پروگرام الحمدللہ یہ اسی ہمارے ہاسٹل گلاب کمیونٹی کے ذہن تمام جو سلسلہ جانے سارے ہیں کل دار المنور ان گوشت کے جو مرکز ہے دارپی اسٹریٹ میں وہاں پر شاہ عظیم شان یہ معاشی پر پروگرام ہو رہا ہے اور غالباً یہ عصر کے نماز کے بعد یہ پہلے شروع ہو رہا کیونکہ ماشاء اللہ آج میں سوچا تھا ماشاء اللہ ہمارے پاس یعنی ایک قاری ایک نام خان ایک انگلش میں خطاب اور پھر اردو میں اور پھر بھی قائم میں ماشاء اللہ تنگی تھی لیکن کل ان شاء اللہ بہت ہی عظیم شان مختلف علماء تشریف لا رہے ہیں غلام خان تو کل ان شاء اللہ اپنے دربی اسٹریٹ دربی نوبل میں تشریف لے جانا ہے گزشتہ کل الحمد للہ میں سمجھ کر تاریخی پروگرام ہمارے بنگلہ دیش کی جو کمیونٹی ہے جلالیہ جامع مسجد میں پروگرام کا کہ سالوں کے بعد وہاں پر ہوا بہت ہی خوبصورت مجھے اچھی طرح یاد ہے نواز جی صاحب جب ہم بھی اس میں پڑھتے تھے تو ملاد شریف کے موقع پر بالخصوص جو مولد نبوی کے جو واقعات ہیں اور اس سے اس کا پورا پس منظر وہ پورا قصے کے طور پر پڑھا جاتا تھا پھر آخر پہ الحمد للہ سب اکٹھے ہو کر صلاۃ السلام کھڑے ہو کر پھر پڑھتے تھے وہ کل یہ میں نے کافی عرصے کے بعد ان کے یہاں مسجد جلالیہ میں بھائی دلوار بھائی نے یہ پڑھا تھا مولد کا طریقہ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ آج بھی اسی کا ہم نے اختتام کرنا ہے تو جو لنگر چشتیہ ہے آج انشاءاللہ آپ کا ناراض نہیں ہونا انشاءاللہ آپ کو پیک لنگر آج دیں گے انشاءاللہ اور ابھی اختتامی ملاد شریف پڑھا جائے گا اور پھر صلاۃ السلام جب وہ آخری لمحات ولادت کے وہ ذکر کیے جائیں گے انشاءاللہ عربی میں یہ ہے سب تو آپ دیکھ لیں گے سننے والے سن رہے ہیں سمجھ لیں گے پھر اس کے بعد آخری ہمارا صلاۃ السلام اور پھر اختتامی دعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على أشهر الأقوال المروية توفي في المدينة الشريفة المنورة يطوف عبد الله وكان قد اجتاز بأحواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شعر سقيما يعادل سقطه وشكرا ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الرادع تسعة أشهر قمرية وآل للزمان أن ينجلي عنه صدا حضرت أمه ليلة مولوده آسية مريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته النبي صلى الله عليه وسلم كالبدر المنير نورا يتلألأ بسرا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله سلام عليك يا رسول
يا شافي الأمراض ولا مريضا إلا شفيت، ولا دينا إلا أديت، ولا حاجة هي لك نظن إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، ولا حاجة هي لك نظن إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك توسل وتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا رسول الله، يا نبي الله، يا محمد، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضالي. اللهم فشفع فيا. اللهم إني أعوذ بك من القلة والذلة. اللهم إني أعوذ بك من أن أظلم وأظلم. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاة نخبتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من شماتة الأعداء ودرك البلاء وسوء القضاء. اللهم إني أعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، أعوذ بك من العجز والكسل، أعوذ بك من الجبن والبخل، أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اكفني بحلالك عن حرامي، وأغنني بفضلك عمن سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما وأصلح لي في ذريتي أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم إني أسألك فعل الخيرات ترك المنكرات حب المساكين. اللهم أعنا على تلاوة القرآن. اللهم نبل قلوبنا بالقرآن. اللهم زين أخلاقنا بالقرآن. اللهم نبل قبورنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم بجاه النبي الأمين صلى الله تعالى عليه وسلم. ثبتنا ثبتنا وانصرنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه السلام، سخرت النار لإبراهيم عليه السلام، سخرت الريح والشياطين والجن لسليمان عليه السلام. وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت، بحر الدنيا وبحر الآخرة. سخر لنا كل فاسق وفاجر، سخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. قاف ها يا عين صاد، انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واحفظنا فإنك خير الحافظين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين والمنافقين والحاسدين. وهب لنا من لدنك ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا والراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، فأغشيناهم فهم لا ينصرون. حميم لا ينصرون، حميم لا ينصرون. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، قاف ها يا عين صاد كفايتنا، حميم عين سين خاف حمايتنا. وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، والله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. ادفع شر كل شرير، كل حاسد، كل فاسد، كل ظالم، كل ظالم، اجعلهم مشغولين بأنفسهم. فقضي دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا باسط الرزق، يا واسع العطايا، يا دافع البلايا، يا حاضرا ليس بغائب، يا موجودا عند الشدائد، يا موجودا عند الشدائد، يا مجمل السر، يا خفي الدر، يا لطيف السر، يا حليما لا يعجل، يا جبارا لا يبخل. اخد حاجتي، اخدنا حاجاتنا، حاجاتنا، حاجاتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. امر مالك مولا، اس ماہ مقدس کی اس مبارک رات میں ہم سب کے اجتماع کو قبول منظور آمین. قرآن ذیشان کی تلاوت کی گئی، درس قرآن و حدیث ہوا، تیرا ذکر کیا گیا، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کی گئی، درود و سلام پڑھا گیا، یہ سب کچھ پڑھنا پڑھانا قبول منظور آمین. اس کا ثواب عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ تن پیش کر کے قبول منظور آمین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سب کے وسیلے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، آل بیت اطہار، امہات المؤمنین، شہداء کرام، تابعین، تبع تابعین،
ائمہ مجتہدین، چارو سراست کے اولیاء کاملین، بالخصوص یا مالک مولا حضرت پیران پیر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول آمین، خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کی بارگاہ کے اندر، مشائخ گورہ شریف کے اندر، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت مجدد الفسانی، بالخصوص حضرت منیر الملت والاسلام حضرت مفتی منیر الزمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح پیش کرتے ہیں قبول آمین. جتنے احباب دعا کے اندر شامل ہیں، ہماری بہنیں شامل ہیں، جن جن کے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک رخصت ہو گئے، سب کو شامل کرتے ہیں. خدایا ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت، ہمارے بھائی احمد کی والدہ کی بخشش و مغفرت، یا رب العالمین ہمارے آباء و اجداد امہات و جدات تمام امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما. اے میرے مالک و مولا، ہمارے یہ بھائی ہماری یہ بہنیں اس محفل کے آخر میں تیری بارگاہ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، یا رب العالمین یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر سکون عطا فرما، ہماری زندگیوں میں سکون عطا فرما. یہ جو ہماری زندگیوں کے اندر بے سکونی ہے، بے قراری ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، خدا اسے دور فرما. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دلِ ما رکھنا مستقیم، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. گرد من، گرد خانہ من، گرد خانہ من، گرد زنوں فرزندان من، گرد مانو دوستان من، تو حصار حفاظت، حصار حفاظت کی شبی تو نگہدار باشی. اے میرے مالک و مولا اس ادارے کو آباد و شاد فرما، حضرت صاحبزادگان کو، رساؤ صاحب کو، یا رب العالمین سے تو عافیت کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرما، نمازیوں پر کرم فرما، آل محلہ پر کرم فرما، اس شہر پر، اس ملک پر کرم فرما، عالم اسلام کے مسلمانوں پر کرم فرما، غزہ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی عطا فرما. یا رب العالمین عالم اسلام پر رحم فرما، ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کو سلامتی عطا فرما، امن عطا فرما، پاکستان کی معیشت کو اچھا فرما، پاکستان کے نظام حکومت کو اچھا فرما دے. یا رب العالمین ہم سب کو ایمان پر خاتمہ عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما، کہ جب دمِ واپسی ہو یا اللہ رب ہو لا